طيب اوكي، اخر موضوع في الانترميديت ماشين ليرنينج اللي هو الداتا ليكج. خلي بالك هذا الموضوع يعني مهم جدا 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 جدا، وكثير من الداتا ساينتست بيقعوا في هذا التريك، موضوع الداتا ليكج. بيكون في عندهم داتا ليكج. ايش قصة الداتا ليكج؟ قصة الداتا ليكج بروح بعمل لك موديل وبروح بجيب لك انه اكيورسي عالية جدا، بقول لك يعني بستعرض عضلاته انه انا الموديل تبعي يعني حاجة اوريجينال خالص يعني، لكن هو فعليا بيكون الموديل تبعه في تسريب، وبقول لك بيدعي انه هو الموديل تبعي انا ما يخرش المية ولكن هو في تسريب. تمام؟ ايش قصة التسريب هذه؟ قصة التسريب انه بيستخدم الجلد كويسة في الموديل تبعه. طيب عندي موضوع، اول موضوع من الداتا ليكج اللي هي انا في عندي نوعين، اللي هو التارجت ليكج ترين تيست كونتامينيشن. تمام، في عندي نوعين من التسريبات، تسريب في التارجت وتسريب في الترين، بين الترين والتيست. بين الترين والتست اعتقد انه هي مرت عليك وحتلاقي انه هي لمبه ضوت وتقول اه والله كلامك مظبوط. خلينا نبدا بالتارجت ليكج. التارجت ليكج عشان تستوعب الموضوع، خلينا نفترض انه احنا في عندنا داتا سيت، هاي داتا سيت اللي هي عباره عن دياجنوسز لمرض، اللهم عافينا جميعا. تمام، ودياجنوسز هذا يا اما ترو او فولس. ايش فينا عندي؟ معلومات عن البيشنت، الايج والويت وانه ميل ولا فيميل. تمام، وهنا انه اذا اخذ انتيبيوتيك ولا لا. تمام، هنا في عندك تسريب ولا ما عندكش تسريب في التارجت؟ ايش معنى هذا الكلام؟ التارجت انا عندي هو الدياجنوسيس، هل في عندك تسريب في التارجت ولا لا؟ ايش هو التسريب؟ اول كولوم واخر كولوم اللي هو الانتيبيوتيك والميديسين وال 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 والدياجنوسيس. العكس؟ لا بقولوا بالعكس، مش ما فيش تسريب؟ المصاب مش هياخد، ما هو معطيك اي مصاب تشيله مش انا التسريب. ليه؟ بقول لك طب خليني اشرح لك البروبلم. احنا بدنا نعمل موديل، الموديل هذا انا بدي اعطي معلومات البيشنت وعلى اساسه انه يقول لي انه هذا مصاب او لا، التشخيص تبعه بوزيتيف ولا نيجاتيف، ترو ولا فولس. هل يعقل انه انت تجيب لي بيشنت وهو بياخذ مضاد حيوي؟ هو ما بياخذش مضاد حيوي الا اذا كان مصاب. تمام، هل يعقل انه انت تجيب لي بيشنت جديد من الشارع، تمام، وهو اصلا ما بياخذش مضاد حيوي قبل هيك؟ فبالتالي هل معلومه المضاد الحيوي اصلا موجوده؟ مش موجوده، تقدرش انه انت تشوفها في الفيوتشر في النيو اكزامبلز. هذه شغله. والشغله الثانيه انه البيشنت هذا اصلا ما اخذش مضاد حيوي الا لانه مصاب. لاحظ هنا انه هنا فولس دياجنوستس، فولس فولس فولس، هذا بياخذ انتبيوتيك لانه مصاب. فبالتالي نرجي هنا عند هاي الرسمه انه انت عندك وقت البريدكشن، هل الانفورميشن هذه افيلبل ولا لا؟ انت يعني شخص عادي رحت على العياده، في العياده قالوا بالله بدنا نعمل لك فحص نشوف هل احتمال انه بناء على البيانات تبعتك، مش فحص دم يعني او يعني ميديكال تيست، بدنا نعمل لك بناء على البيانات تبعتك نشوف انه هل في احتمال انه انت تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف من ناحيه هذا التشخيص. فهل معلومه انه انت بتاخذ مضاد حيوي موجوده؟ مش موجوده من البدايه، فبالتالي هنا بيكون في عندي تسريب في التارجت. انت في عندك اتريبيوت، الاتريبيوت هذا بيكون انه هم اعطوا لك الداتا سيت، تمام، لكن وقت التست هذا الاتريبيوت مش متوفر. هذا شغله
يعني انه عدم توفر هذا الاتريبيوت وقت التست، هذه شغله. الشغله الثانيه انه الاتريبيوت التو اتريبيوتس هذول معتمدين على بعض، انه هو اصلا ما يفيدش مضاد حيوي الا اذا كان انفكتد اصلا. فكمان مره ايش معنات الليكج في التارجت؟ الليكج في التارجت نقطتين، النقطه هذه انه الاتريبيوت هذا ما بيكونش متوفر وقت التست. كيف؟ يفترض انت تبني الموديل، تفترض ما هو احنا ايش حكينا؟ يعني ما تشتغلش في الداتا ساينس، ما تشتغلش في الداتا ساينس، لانه انا هلقيت حورجي لك هذا الكلام، لانه انا الكلام هذا اكدت عليه. الداتا ساينس لاندسكيب، شوف لي هنا ايش في عندك في السوفت سكيلز. لازم يكون عندك بروبلم سولفينج، تجيب لي ستارز على الهاكر هاك، تمام. لسه بدي اطلب منك ستارز كمان. وايش بده يكون في عندك هنا؟ دومين نوليدج. ما تقولش هذه اتس نوت ماي بروبلم، انا ايش بدريني في الزراعه، انا ايش بدريني في التشخيص. لا، بدك تقرا على هذا الدومين وتفهمه عشان تقدر انه انت توجد حل. يعني الفرق بين الماشين ليرنينج كعلم بيور، انه انت ممكن تطور لي خوارزميات في الماشين ليرنينج، لا، الداتا ساينتست بيستخدم هذه الخوارزميات في دومين معين تو سولف ا بزنس بروبلم. لازم تكون السكيلز هذه عندك موجوده، انه انت تيجي تقول والله انا ممكن اعمل لك الجوريثم وممكن ابرمج لك وممكن اسوي لك، هذا مش مطلوب. لا، لازم انت تكون فاهم عشان بدي بزنس سوليوشن للبروبلم تبعك. كيف ممكن انت تسأل وتستفسر؟ بس انت لازم، انت نفسك لازم تكون فاهم. ما الدومين نوليدج هذه من وين بدك تعملها اكويزيشن؟ بدك تستكشف البيانات، بدك تعملها فيجواليزيشن. لسه موضوع الفيجواليزيشن برضو هذا بيساعدنا في فهم البيانات، تمام. بدك تقرا على الدومين، بدك تسال عن الدومين، انتوا ليش بتعملوا هيك؟ ليش انتوا عندكم الاوردرز في المتجر بتعملوا لها زي هيك؟ خد معلومات وافهم مستوعب عشان انه بالضبط. اوكي، واللي ما بدوش يفهم الدومين بروب ما يشتغلش في الداتا ساينس، تمام. 1-0. بس في ناس متخصصين مثلا في البزنس، في مجال مثلا اعتبار سيارات، اعتبار شركات، في الدومين، يعني ممكن حد يتخصص في دومين واحد، صح ولا لا؟ كيف يعني؟ انت قصدك داتا ساينتست بس في مجال معين؟ صعب جدا تلاقي شغل في مجال محدد الا اذا انت كنت بتشتغل في انه مع شركه بشكل منتظم، وما فيش حاجه اسمها كونتراكت فور ايفر. يعني الشركه بتجيبك انه كونتراكت يعني سنتين ثلاثه، تمام، وبعديها بدك تنتقل لشركه ثانيه. فلازم انه يكون في عندك ادابتيشن، تقدر انه انت يعني تخيل لك تتكيف في الشركه الاولى بتتكيف في الشركه الثانيه، تمام. الشركات حاليا تشتغل بروجكت بيست، ماشي. اي نعم، احنا شركه محترمه وانه معروفه عالميا، بس احنا في عندنا بروجكت، تمام، والترم تبعه 6 مانث. في 6 مانث بدنا نعمل 1 2 3، بتخلص هذا البروجكت. ممكن الشركه نفسها تجي لك في بروجكت ثاني او انه تروح على شركه ثانيه. الشركات الان الـ يعني سوق العمل ما عندهاش استعداد انه هي توظف دائم، يعني موظفين دائمين لشغلات، يعني صار يعني سوق، يعني الليبر ماركت صار مختلف حاليا. الوظائف الدائمة مش خيار حاليا، الوظائف اللي عن بعد هي الخيار حاليا. فبتلاقي انت اغلب الشركات الكبيرة حاليا صارت تروح بهذا الاتجاه، انه هي بتشتغل نظام بروجكت بيست، وعلى اساس هذا البروجكت انه find the best people to do this project، وبعديها سوبر، سلامة سلامة. احتاجنا مشروع ثاني بنجيب غيرهم. الدنيا مليانة data scientist. تمام؟ لسه هناخد مثال تاني.
بس خلينا ننتقل للنوع الثاني في ال في الداتا ليكج اللي هو لترين تيست كونتامينيشن. هذا فعليا احنا مر علينا متى كنا نعمل هاندل للميسنج فاليو، على ايش كنا نعتمد؟ على المين تبع لترين، كنا نعتمد على المين تبع التيست، هل هو متوفر؟ اجاني بيشنت جديد بدي اقول والله انا يعني بدي اجيب متوسط الاعمار، متوسط الاعمار في انتهاء البيشنت الوحيد انا اللي عندي، فبدك تعتمد على المين تبع الترين. هذه شغله. الشغله الثانيه انه في الهاندل للكاتيجوريكال فاريبلز او فاليوز، لنفترض الكلر، انت عندك في الترين مثلا على سبيل المثال انه انت عندك الكلرز، انت عندك مثلا سبع الوان تمام؟ لو هذا لو بدك تستبدل بالمود تمام؟ هذا لو بدك تعمل ريبليس، بس انا لو بدي اعمل انكودنج وان هوت انكودنج بينفع انه انت تغش وتروح تاخذ ايش الكاتيجوري كمان اللي موجوده في التست وتروح تعمل على هذا الاساس، لانه الكاتيجوري اللي موجوده في التست الله يعلم. فبالتالي مش صح انه انت تاخذ المعلومات هذه من التست، خلاص من البدايه انه انت لازم تعمل ترين تيست سبليت، وهذاك ما تمسكوش خالص ولا تجيب منه فتفوتت معلومه واحده بالمره. جبت معنى ذلك انه انت في عندك داتا ليكج. داتا ليكج معنى ذلك انه بتجيب لي سكور عالي تمام؟ و انت حسب الدومين، انه انت عندك هنا انه هذا اخذ مضاد حيوي، اكيد يعني انت بعد ما تقرا وتفهم الدومين اكيد حتقول انه هذا ما عطيهوش مضاد حيوي الا اذا كان عنده يعني انه التشخيص بوزيتيف. لكن مثلا هل اي حدا عنده السكر انه لازم يكون انه انفكتد؟ هل اي حدا عنده ضغط دم لازم يكون انفكتد؟ هل اي حدا انه عنده اوفر ويت بيكون انفكتد؟ مش قاعد بالضبط، ما دام انه هدول التنتين ما لهمش علاقه مع بعض يبقى انت ما فيش عندك تسريب، فانت كيف ممكن تكشف التسريب بالطريقه هذه؟ هجيت في الاكسرسايز حيبين معانا كيف نكشف الطريقه هذه. لسه في الاكسرسايز حناخذ مثال ثاني على الكريدت كارد، هي هذا في دومين، مثال ثاني حناخده في الكريدت كارد ونشوف انه يعني انت بدك تصير تسال نفسك انه هل هذه المعلومات انه متوفره وقت التست ولا لا؟ واحد من الاسئله تمام. هل في علاقه مباشره بين هذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت انه مطابقين لبعض؟ انت عارف ايش معناه هذا الكلام؟ انه مش هذا التارجت، مش هذا اللي احنا يعني حاجه بدي اعمل له بريدكشن. طب هذا هيو موجود هنا في الانبوت، صحيح. متخيل الغش وين؟ عشان لو كان مثلا يا دكتور هذا مطابق لهذا، هي السؤال، هل في عندك اتريبيوت انه هم زي هيك تيبيكال؟ حيبين معنا في الاكزامبل الثاني. او ممكن هذه الاكزامبل تصير كيف انه لو كان مش كاتيجوري كان فاريبل اللي هو نيوميريكال فاريبل، ممكن يكون في علاقه بين العمود هذا مع العمود هذا، مثلا العمود الاول يساوي 2 عمود او احد عمود يعني علاقه رياضيه تربط مثلا هذا العمود. انا عندي داتا سيت للجيومتريك شيبس
للجيومتريك شيبس. تمام، انت مثلا عندك الراديوس، عندك عمود للراديوس او طول الضلع مثلا، وعندك عمود للمساحه. هل في علاقه بين طول الضلع والمساحه؟ انت من هذا بتقدر تجيب هذا. فبالتالي هذا يعتبر داتا ليكج، زي ما انت بتقول انه مثلا هذا العمود ضعف هذا العمود، شغله زي هيك بالضبط. اه تمام. بس في نفس الوقت بتقدر يعني ممكن مثلا يكون عندنا داتا سيت كل واحد معتمد على ثلاث اربع كمبيوتر ثانيين، صح ولا لا؟ في فرق بين الكورليشن وبين انه يعني اكزاكتلي ذا سيم، او مثلا في لينير ريليشن مع هذول الاثنين. الكورليشن انه انت مثلا على سبيل المثال انه كل ما زاد هذا بيزيد هذا، او كل ما زاد هذا بنقص هذا. هذه شغلات طبيعيه بين الفاريبلز او الاتريبيوتس تبعتك. لكن لما يكون شغله انه مثلا انه في لينير ريليشن انه هذا بيساوي 2 هذا العمود زائد 1 مثلا، او انه يكون مثلا انه العمود هذا اكزاكتلي ذا سيم انه العمود هذا، لا هذه بروبلم. بالنسبه للدومين هذا مثلا لو كان مثلا لو كان عمره مثلا فوق ال 100 مثلا، شرط يكون فوق ال 100 مثلا. بتصير تسال السؤال، بتصير تسال السؤال بالطريقه هذه، هل كل الاشخاص اللي اعمارهم فوق ال 100 انفكتد؟ اذا كانت يس ساعتها لا، بتقول لا. اذا كانت نو والله نص هيك ونص هيك يبقى مش داتا ليكج. حيبين هذا الكلام في الكريدت كارد. خلينا نشوف هذا الاكزامبل. تمام، حكيت انا عندي كم رو في الداتا سيت هاي 1319. ايش هي؟ هذا الاندكس، هذا الريبورتس، تمام، هذا الايج، انكم، شير، اكسبندنتشر، الاونر والسيلف امبلويمنت. هذه عباره عن داتا سيت لكاستمر في البنك في عنده كريدت كارد. تمام، وانه الكريدت كارد، الكريدت كارد هذه الميجر كريدت كارد هذه انه عنده كريدت كارد واحده، تمام، او ممكن تكون تنتين، وانه الاكتف هاي الشرح تبعهم هنا. يبقى هذا الاكتف انه اللي هو النمبر اوف اكتف كريدت كارد. تمام، وهنا الميجر كريدت كارد اللي هو نمبر اوف ميجر كريدت كارد هيلد. تمام بالضبط. هنا الكارد واحد معنى ذلك انه الابلكيشن اكسبتد، وزيرو نوت. انتوا عارفين ايش مشكله الكريدت كارد؟ هي ابلكيشن انا بقدم لها للبنك وزيها زي التمويل بالضبط. ليش؟ لانه بناء على البطاقه هذه بصير احسن اسحب على المكشوف. نرجع لقضيه انه هل البنك عنده استعداد انه هو يدي لك فلوس على المكشوف وانت ما تسدوش، انه ينزل حسابك بالماينس وفي نفس الوقت انه ما ينزلش الراتب تبعك او ما ينزلش الانكم تبعك. تمام، فبالتالي هنا الكريدت كارد فيها مستويات وفيها تقديم ابلكيشن، بشوف بسالك قديش النفقات تبعتك، ايش الانكم تبعك، ايش معلومات كثيره. ايش من ضمنها اللي هو بالضبط؟ هاي الكارد والريبورتس والايج والانكم والشير اللي هو عباره عن الريشيو اوف مانثلي كريدت كارد اكسبندنتشر اند ييرلي انكم. هذه عباره عن نسبه بين الدخل السنوي والنفقات اللي انت بتنفقها من خلال البطاقه. الاكسبندنتشرز هذه هي عباره عن الافريج مانثلي او متوسط النفقات في الشهر. الاونر واحد انه عنده بيت، زيرو اذا مستاجر بيت. سيلف امبلويمنت انه واحد اذا كان هو مشغل نفسه بنفسه، صاحب شركه يعني او صاحب عمل حر. تمام، زيرو انه بكون موظف لشركه ثانيه. هنا عدد الاشخاص اللي بيعولهم، هنا المانث اللي هو المانث ليفينج ات كرنت ادريس اللي هو عدد الاشهر بالضبط. اذا كانت قليله هذا بتعني معنى ذلك انه هو قاعد بتنقل، بتنقل يعني بتشرود يعني. تمام، الميجور كارز قديش عدد الكارز، والاكتف قديش الاكتف منها هذه الكارز. تمام، طيب فيو فاريبل لوك سسبيشس. ايش يعني سسبيشس؟ من انهي ناحيه؟ من ناحيه الليكج انه فيها تسريب. زي ايش مثلا؟
Does expenditures means expenditures on this card or incurred before applying? انت قاعد بتقول لي انه انت هذا يعني بدنا نعمل موديل لما يجيني ابليكانت جديد اقدر اقول انه اكسبتد اديله كريدت كارد ولا لا. طب هو جاي يقدم لك على طلب كريدت كارد وانت طالب معلومه انه قديش النفقات بالكريدت كارد، طب ما هو ما عندوش. فبالتالي بنرجع هنا للرسمه انه هل هذه الانفورميشن افيلبل وقت البريدكشن؟ يبقى خلاص داتا لكج، فبالتالي تعمل دروب لهذا العمود وما تزعلش عليه. تمام؟ لانه لو خليته بتروح بتطلع موديل نسبه الاكيورسي تبعته عاليه وبالضبط وبتحط سمعتك انت على المحك ساعتها. تمام؟ بتقول انا عملت موديل ما يخرش الميه، اجوا دخلوه الخدمه وقول البنك يعني الحق مش عليك، الحق على اللي دربك داتا ساينس. تمام؟ اوكي. يبقى هيك السؤال، هيك وضحت الامور اكثر صح؟ طيب خلينا نشوف نعمل كومباريزون. بدي انه الاكسبندنتشرز كارد هولدر واي، تمام، وبدي الاشخاص اللي ما عندهمش نفقات بدي انه قديش انه هم ما عندهمش، عفوا اللي مش حاملين بطاقه قديش انه هم عندهم نفقات. فايش بيظهر لك؟ الفراكشن اوف ذوز هو ديد ريسيف كارد اند هاز نو اكسبندنتشرز، تقريبا عددهم واحد، وكاريشيو بمثله انا عندي 2%. تمام؟ 2% من ال 1000 و 319. تمام؟ فبالتالي فعلا انه ما فيش حدا عنده نفقات وهو ما عندوش بطاقة. كله لازم يكون عنده نفقات الا اذا كانت عنده بطاقة. هذه أول شغلة. طيب مدام الاكسبندنتشرز هذه طلعت مضروبه، ايش اللي بعتمد عليها؟ ارجع هنا للاتريبيوتس شير، صح؟ بقول لك الشير از ذا مانثلي كريدت كارد اكسبندنتشرز تو ييرلي انكم، الدخل السنوي لما بيجيني الكاستمر الدخل السنوي موجود قبل هيك، لكن النفقات ما عندكش بطاقه، يبقى هذا صار مضروب كمان، طار هذا الاتريبيوت الشير. بالضبط. وايش كمان؟ الاكتف والميجور كاردز هدول برضه بدهم يطيروا، ليش؟ لانه ما عندوش بطاقه ببساطه. تمام؟ يبقى بدي اعمل هدول الاتريبيوت اللي هو البوتنشال ليكس، حددتهم الاكسبندنتشرز اربع اتريبيوتس، والشير والاكتف والميجور كاردز، وهدول صرنا فاهمين كويس قوي ليش انه هم تسريب، صح؟ بروح بعملهم دروب وبروح ببني موديل. قديش طلع معايا؟ 83%. اعتقد انه هو فوق 97% بدون ما يستثني ولا واحد منه. انت بتيجي بتقول والله انا سطرين كود عملت موديل جاب 97%، تمام؟ تعمل شعرك زي هيك. تمام. ففعليا لما بيجوا بينزلوا الخدمه، لا، النسبه الحقيقيه بعد ما انت تكتشف الليكج انه 83%. اوكي تمام. طيب هيك بتصور انه صارت الامور واضحه. يعني خلي بالك هذه تريك كتير 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 بيقعوا فيها، خلي بالك منها. باخذ الداتا سيت زي هيك، تمام، زي ما انتم بتسووا في الاكسرسايز.
كنترول انتر كوريكت، روح على اللي وراه مباشره بدون ما تقرا السؤال. لا، اطلع كويس على الداتا سيت، افهمها عشان انه انت تشوف حالك انت وقعت تقع في امور زي هيك ولا لا. تمام، هيك بنكون خلصنا الانترميديت. لا بدي شهاده. تمام، بدي شهاده.